البنات ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. رجعت لكم اليوم فيديو كان مطلوب بكثره، الفريش والستائر والخرجه تاع العرايس والريدوات والكاشريدو والكتان والتيسي. كما قلت لكم وين يكون سولت راح تلقاو روزا. اليوم جبت لكم محل، يعني هذا المحل يعني صاحب المحل راه مختص في الميتي هذا، عنده 30 سنه وهو فيه اكيد، يعني راه مشهور ومعروف بزاف. المهم راح نخلي لكم صفحتهم فيسبوك في صندوق الوصف، وراح نخلي لكم رقم الهاتف تاعهم، راح نحاول ندير لكم جوله في المحل ونقول لكم شنو هما الحوايج اللي سولد وشنو هما الحوايج اللي عليهم عروض وكل التفاصيل. تما راح نشوفوا واش حاطين في المحل كامل، نشوفوا الخرجات، نشوفوا الكاشريد، ونشوفوا الكتان. يبيع الكتان وحده، تما ماشي شرط تشري الكتان وتخيطي عنده، تقدري تشري برك من عنده، خصوصا انه لي تيسي تاع الكنابيات وتاع صالون ماروكا راهم داير عليهم تخفيضات ونوعيه مليحه. يعني دوك نعطي لكم كل شيء تفاصيل وكل حاجه تخص محل. اولا نشرح لكم عنوان المحل. المحل هذا ديما في حي بلعلى، شوفوا مكتوب دار طه للستائر والاقمشه، صفحتهم فيسبوك باشا نسيت. المهم دوك خليها لكم في صندوق الوصف الصفحه ورقم الهاتف تاع صاحب المحل. شوفوا المحل راه في حي بلعلى، شوفوا قدامه مكتبه الوفاء، ومنا شوفوا منا الطريق هذه تخرج ماشي بعيد بزاف على مسجد فاطمه، وفي الاتجاه المعاكس نخرجوا مباشره على دار الماليه. سما هكذا لاري تاع الكارونت دار الماليه الدوره الاولى. هنا كي توصلوا تلقاو مطعم ارابيسكا ومقهى ارابيسكا، مع المطعم والمقهى الدورو، كي الدورو مباشره تلقاو دار طه للستائر والاقمشه. يعني هو محل مختص للعرائس، تلقاو فيه كلش، خاصة اللي راهم يقضي في قشهم يديروا في الخرجات في الكاشريدو. دوك نصور لكم كل التفاصيل داخل المحل، نحاول نحط لكم اكبر كمية من المعلومات، واي استفسار ولا اي سؤال خليه في صندوق الوصف. شوفوا اول حاجة نبدا لكم بها القماش اللي قلت لكم عليه الصوت. شوفوا القماش هذا تاع الكرابيات، كاين القطيفة هذه تركية، هذو مثلا الكتان هذا الواه يصلح نطارح صالون ماروكان، نوعية ممتازة. هذا شوفوا هذه قطيفة تركية محفر فيه الألوان كامل، شوفوا. وكاين أيضا النوعية هذه هكذا شحال ولا المتر؟ 60 كان ب 110 ب 60. شوفوا التخفيضات كان ب 110 المتر ولا ب 60 المتر. شوفوا لي موتيف اللي فيه، ومشي شرط تخيطي عنده، تقدري تشري الكتان برك وتديه. سما هذه حاجه مليحه، اغلب المحلات تاع يعني اللي يخدموا الحوايج هذو يشرطوا عليك كي تشري الكتان لازم تخيطي عنده. سما هذا مادام راهم داير العرض على الكتان صول، تقدروا تشريو الكتان وتديه لخياطتك تخيطيه وحدك دبر راسك، مش راح يحتم عليك انك تخدمي عنده، وتحبوا ايضا تخدموه عنده ثاني ما فيها ما كاين حتى مشكل. شوفوا هذا هايل نعجبني هذا، وهذا القطيفه التركيه من شحال ولا؟ هذاك 170، هذا كان 220 ولا 170. شوف يعني الوانه باهيه بزاف بزاف بزاف، اي كروك دير 170. ايضا شوفوا صالون ماروكان هذا تاع عرايس، شوفوا شبيه بالطرز، ايضا تخدموا الطرز. سما اللي يحب صالون ماروكان ولا العرايس يخدموا بالطرز، شوفوا الطرز تاعو واش مليح. سنا من ناحيه ساكي منا، شوف هذا مليح صالون ماروكان هكذا العرايس هم خلاص يعني كامل، ولا يديو القعدات هكذا. هكذا شحال يسقام صالون ماروكان هذا؟ هذا كيما راهم 3 ملايين هكذا ب 3 ملايين. تنخات زوج جورتي بلاوس طرزه كبيره بالطرز، بصح سما مطرز كيما راه. شوفوا الطرزه تاعو ايضا منا. شوفوا هذا الكتان تاع البروكار، هذا ثاني يصلح كيما نقولوا صالون ماروكان كنابيات. شوفوا شبيه يهبل، هذا تاع ترك الوان كامل متوفره، سما الكونتيتي راهي كاينه. هذا السعر تاعو كانت المتر ب 250، فالتخفيضات راهي ب 170. شوفوا شبه الالوان تاعو والنوعيه يعني ممتازه تاع البروكار. شوف وكاين ايضا نوعيات هذو، هذا موش تركي هذا مروكي. شوفوا يعني ديما ديما تلقاو حبه مميزه. شوفوا الموديل هذا واش باهي، جاي ستيل ارابيسكا هكذا، هذا كان 320 ولا 240. عليكم الساده، شوفوا الالوان اللي فيه، شوفوا عامل الالوان اللي فيه، شوفوا كاين الدوري في النوار.
كاين هذا ستيل ارابيسك، هذا هو اللي عجبني بزاف بزاف، يعني هذا باهي بزاف، هذا كيتفرش فيه كنابي بين وحده، هذا المتر تاعو 240. الحاجة اللي عجبتني انه كيما نقولو مش مجبرة اني نشري عليه الكتان ونخيط عنده، سما نشري الكتان وكيما نحب نخيطو وراني حابة. شوف كاين ايضا الكتان هذا، شوفو الكتان هذا يصلح لبساطات ويصلح لي بانو ثاني، تقدرو ديروه لي بانو تاع ريدويت. شوفو سعرو ثاني مليح، كان ب80 في تخفيضات راهو ب50. شوفو كاين هكذا، كاين في البوردو، كاين هذا الفير كلير، شوفو شحلوة ثاني، كاين في الموف، هذا يصلح بساطات يصلح كنابيات يصلح لي بانو تاع ريدويت، يعني يخرج باهي. هذا كاين منه هذو هكذا ب60. شوفو يعني الاسعار كل شيء مكتوب، واي استفسار حنخليكم رقم الهاتف اللي معرفش العنوان ولا ذاك في صندوق الوصف، حنخليكم صفحه الفيسبوك تاع المحل ثاني في صندوق الوصف، تقدروا تتواصلوا معاه. كاين ايضا هذه القطيفه، هذه ثاني تاع الكنابيات، يعني خيطوا بها خرجيت ولا. شوفوا هذه كان سعرها 150 في تخفيضات راهي ب80. كاينه هكذا في الجريف النوار، هذا لا كولير ثاني جات حلوه بزاف. كاينه هكذا في الروج في النوار، وكاين ثاني تيسي هذا، نظن انا ما عنديش خبره كبيره فيها، ماني نسمي لكم فقط، هذا نظن اسمه شيني. شيني مليح تديما، يعني اغسلي قلبي كيما يقولوا، تما ما يفسدش اغسل بور توجور يدو. هذا كان ب 110 ولات المتر ب 60. شوفوا اللون هذا واش مليح، البلو مع المارون يخرج هايل في الكنابيات. شوف راه كاين الكونتيتي وكاين لي كولير. هذه المطروزه، شوفوا هذه اجمل اجمل كتان عجبني في المحل هو هذا تاع العرايس، يعني شوفوا يهب الله يبارك، تجيك شغل مطرز واجد مشارجي، سما تخيطوه برك ما ديروا له والو لا لي بيير لا والو، راهو كومبلي. هذا كان سعره يدير 700 ومن بعد زادوا هبطوا في 550، دوك راهو في تخفيضات ب 400. شوفوا الالوان كامل متوفره، هاي بوردو نوار بيج، شوفوا واش باهي يعني تحفه. هذا اصلا دوك نعت لكم تشوفوا كيفاش مفرش، هاي المخده تاعو. هذا الكتان كيما راه هو يجي هكذا مطرز بالالوان بكلشي، هذه هايله. شوفوا كيفاش يجي، هذا روعه العرايس، يعني ننصحكم به بزاف بزاف، ماشي غير العرايس، يعني اللي عندها شومبرا حابه ديرها قاعده بلا ذاك تقدر دير تيسي هذا. شوف كتان مميز جدا، سما مشارجي فيه هكذا كلش، في التخفيضات المطر تاعو ب 400، الوان كامل متوفره. ايضا راهم داير بروموسيون على الريدويت كامل. شوفوا اولا الريدويت هذا تيسي، يعني ما مش هذوك اللي يتباعوا واجدين مخيطين، هذوك اللي يجيو تاع لاشين ولا يتقطعوا ولا، هذا راه برومي شوا تركي. شوفوا هذا الاسعار مكتوبه، السعر القديم والسعر الجديد، كما هذا كان 240 ولا 170، هذا كان في 180. شوف عام كاين لي كولير، كاين في الابيض، كاين في البيج، كاين بزاف بزاف لي موتيف، الاسعار مكتوبه، الاسعار جديده والقديمه، كما هذا مثلا 240 ولا 170، تاع 180 رجع ب 140، تاع 200 ب 140، كل موديل والسعر القديم والسعر الجديد، لي كولير راه متوفرين كامل. اللي حابه يعني تعاود ريدويتها بلا ذاك، هذا الكتان راه ممتاز، نوعيه ممتازه تركيه. شوفوا واش به، شوفوا واش به يهبل، يعني هذا وكاين ايضا الموديل هذا، شوفوا واش به يهبل، هذا كان تاع 27 رجع 220. هذو كي يتحطوا يعني كي تركبوهم باش يبانوا، هنا ممكن ما مش يبانوا مليح. شوفوا الغوص ثاني هذا هايل، هذا ورجع ب 160، هذا باهي بزاف. شوفوا ايضا هذا هذا رجع ب 170،
لكم كاليتي تاعهم خشين، مش يعني هذوك تاع 20 لي يتباع واجدين كي يديروا، ما كيتفزروا ولا يتقطعوا ولا شوفوا. شوفوا هذا ثاني صالون ماروكا راه واجد، يعني محطوط هذا يعني هايل، عجبني بزاف بزاف بزاف. شوفك تعود الخدمه مفينيا وكتين مليح كيفاش تخرج، يعني هذا يليق هكذا قاعده كما راكم تشوفوا. دوك اغلبيه العرايس ولا يديو هكذا صالون ماروكا ولا فوتيات ولا ايضا عنده الخرجات كما نقولوا لك كاش ريدو الكبار تاع الصالوات. شوف ريدوات تاع الكوزينه متوفرين، يعني اي حاجه تخص الفريش ولا تخص كما نقولوا التفريشه متوفره عنده. شوفوا هذه واش مليحه، هذه جايه خارجه ها هي هكذا ليكم. شوفوا شوفوا لي كاش ريدو، ريدو كاش ريدو هذو كامل كتاني كنت نعد لكم تاع الصولد. ها شوفوا كيفاش راهم منسق فيها، راهم خيطوك فيها خرج، تقدروا يعني تهزوا الموديل برك وتديو الخياطه ولا تخيطوا عنده كيما تحبوا، المهم هو التيسي تقدروا تشريوه وحده. يعني يخدم كلش اي حاجه، ما يطولش بزاف، يعني كي دير لا كوموند تاعك باش يطلع لك خرجه ولا باش يطلع لك فراش ما يطولش بزاف. شوفوا ايضا هكذا يقدر يخدم لكم كيما نقولوا في القطيف السامبل ويطرز هيكم. شوفوا الطرز يعني مش متقون هايل. شوفوا ايضا الريدوات منا، شوفوا هذا واش خرج مليح، خرج هايل. يعني المحل كامل راه ندير صولد على الكتان. شوف اسعار القديمه والاسعار الجديده، هذا واش مليح تسمى المحل هذا مليح بزاف، خاصه العرايس اللي راهم يخيطوا كما نقولوا في الريدوات في الكاش ريدو في الخرجه في صالون ماروكا. شوفوا هذا التيسي هذا كان ب 180 رجع 130، هذا كان 160 رجع 100، يعني الكتان كامل القماش كامل عليه تخفيضات وكل حاجه مكتوبه سعرها، يعني السعر القديم والسعر الجديد. وبعد وليت تصوري هذو منا هكذا كامل تاع لي كاش ريدو، كاش ريدو ولا يصلحوا بانو. شوفوا هذا واش مليح يهبل، هذا قال لي اسمه طروادي، هذا كاش ريدو يخرج علامه، هذا كان 280 رجع 200. شوفوا ثاني هذا، هذو يعني يجيو كاش ريدو ولا يجيو بانو. شوفوا ولي كاش ريدو تقدروا تنقو، يعني ها حاط، يعني هو حاط شويه امثله. هذا ثاني تاع لي كاش ريدو، هادو ها مريدو عادي ثاني بالمطره، هادو سبيسيال تاع لي بانو كانوا ب 180 ولا ب 110. هذا ثاني مليح بزاف عجبني اللون هذا، هذا سما خاص بلي بانو فقط. هذا ثاني منا يصلحوا كاش ريدو ويصلحوا لي بانو. هذا كوفي متر تين ونص، نص متر هذاك تيمكمش خير. زين هذا، هذا يصلح ثاني كاش ريدو ولا لي بانو. شوفوا واش باهي، هذا اسمه طومو تيكر، عجبني بزاف بزاف. شتوني سقسي في الاسماء اني نثقف، الالوان هاي متوفره، السعر تاعو كان ب 140 متر ولات ب 110 بصح هايل. شوف مثلا كاليتي كيف راهو كيعود مخيط، هذا اسمه طومو تيجر هكذا. شوفوا الاسماء باش نعود انا نتعلم وثم تعلموا معايا. شوفوا واش به يهبل. زين هذا، هذا يصلح ثاني كاش ريدو ولا لي بانو. شوفوا واش به، هذا اسمه طومو تيجر، عجبني بزاف بزاف. شتوني سقسي في الاسماء اني نثقف، الالوان هاي متوفره، السعر تاعو كان ب 140 متر ولات ب 110 بصح هايل. شوف مثلا كاليتي كيف راهو كيعود مخيط، هذا اسمه طومو تيجر هكذا. شوفوا الاسماء باش نعود انا نتعلم وثم تعلموا معايا. شوفوا واش به هبل. راكم اكيد شايفينهم في الصفحات التركيه ولا في فيسبوك، راهم حاطينهم بارتو. هذو اسمهم لي بليد، لي بليد
شوفوا راهم متوفرين سير كوموند بالالوان كامل. شوفوا امي ديكور بيهم الكنابيات السرير ميم هذو لي موتيف ثاني هم عنده تاع ديكور، هذو متوفرين الالوان وكل الوان صوف النوار. السعر بالمتر ولا سعر كيما راهو مجمول كامل هكذا 500 كيما راهو سما هكذا ب 500 هذيكم هكذا اي لون متوفر. تقدروا تدخلوا زوج الوان في بعضهما سما يطلع لكم كيما راكم حابين. شوفوا كيما هذا هاو جا متناسق يهب اللون تاعو. هذو راهم دايرين حاله في فيسبوك بهم ولا ديكوري بهم السرير الكنابيات الفوتيات موديل تركي يعني هو متوفر عنده سير كوموند كيما راهو واجد ب 500 الالوان كامل متوفره. تقدروا تفرشوه هكذا تقدروا تفرشوه فقط في الجنب هكذا يجي فوق بعضه كيما تحبوا. شوفوا ايضا الغوص تاعو شنو هذا ثاني كتين عليهم تخفيضات. هذو طافطة شوفوا هذه سعرها كان 95 ولا 60 الف دوبلاج. هذه واش يخيطوا بها تجي دوكا يدخلوها في المخاد حتى الجبب سما تجي للجبة تجي للمخاد تجي كلش اي بريون تبري تهبل. شوف جبب دوك لي ماطروزين وهذو ريدوات كانوا ب 120 ولا ب 70 هذو ريدوات عادي يعني هم الالوان متوفرين. كاين ثاني هذه طافطة هذه تصلح لي بانو كاشريد وتصلح كل شيء تبان تاع لي بانو يعني. شوفوا الالوان تاعها واش باهية ها. وكاين هذو ريدو وكاشريدو الاسعار ثاني هاي مكتوبة كانت 150 رجعت 120 والريدو كانت 90 رجع 75. شوفوا واش باهي ثاني وكاين ريدوات تاع شنابر الاولاد هكذا شحال ديرو 70 متر. كاين بنات كاين دراري وكاين لي بانو تاعهم وكاين هذا ثاني كتان طومو عم يديروا به ثاني ريدوات كاش ريدو بالالوان كامل متوفر كان ب 100 راهو ب 85 الوان كامل متوفره. وكاينه ايضا القطيفه مدين عليها بروموسيون هذه كانت ب 100 ولات ب 80 بصح تهبل تهبل. هذه واش من نوع من القطيفه غومي غومي شوفوا واش مليحه حكمه روحها. هذه تليق لي بانو شوفوا واش باهيه الفريش فيها الالوان ثاني متوفرين. شوفوا هذه عجبتني بزاف بزاف هذه لي بانو تاعها على بالكم يجيو مبليسين تجي بريون تجي تهبل ومام سعرها مليح يعني هذه ب 80 الوان كامله هاي متوفره. وهذو شويه يعني ريدويت كاش ريدو شويه كيما نقولوا العروض اللي حاطهم في المحل تديو فكره على الكتان كي يتخيط كيفاه يولي اي موديل يخدمو واي موديل عندكم كيما نقولوا تصويرته يخدموكم مش مثلا يخدمكم غير الموديل اللي عنده هو لا اي تصويره عندكم حابين تخدموا كيفها يخدم لكم. شوفوا هذا واش باهي يهبل هذا تحفه ثاني شوفوا ثاني ريدو هذا والكاش ريدو واش باهي يهبل يعني هذا هي الخاصه للعرايس. شوفوا شوفوا ثاني الكاش ريدو والريدو هذا واش مليح حبيت نخرج نصور لكم جاي بالطرز هايل يعني حل على براكم تلقاوه كاتب تخفيضات بروموسيون كمامة اجباري المعقم ديرو والمحل راه مفتوح يعني يوم كامل يفتحوا كيما نقولوا من 9 تاع الصباح حتى العشوة خلص حي بالله على قلت لكم توصلوا لدار المالية هاي منا دار المالية مطعم ومقهى ارابيسكا تقطعوا طريق هكذا برك مباشرة تلقاوه منا هكذا صالون ماروكا. شوفهم يخدموهم سير كوموند سما تعطيه برك المقاس كيما نقولوا تاع الزاويه ولا قد ما يحب الطول العرض كيما تحبي كيما يخدم لك هكذا تقدري تخدميه بيه بالخرجه يعني بيه كيما نقولوا بيه بفريشو بالكاش ريدو تاعو. كاين ايضا هذا اللي قلت لكم عجبني كبير ثاني تقدروا تخدموه سما كلش سير كوموند هكذا قاعده كيما راهي. شوفوا الريدو ايضا تاع الكاش ريدو وهكذا ثاني. شوفوا هذا مغربي هذا ستيل مراكي شوف شوفوا واش باهي الريدوات تاع الكوزينه كما قلت لكم متوفرين بزاف بزاف لي موديل ثاني كامل كتاع لي تخفيضات. ها اللي كان ب 180 رجع ب 130
اللي كان ب120 رجع ب80، تما كتن كل لي تخفيضات. كي تجيو المحل راح تلقاو السعر القديم والسعر الجديد، الالوان ثاني كامل متوفره. الدراويت هكذا، هذا التركي كما نقولوا كتان كاليتي قطن 100%. كاين بزاف لي موتيف، شوفوا كاين تاع شنابر ولاد، تاع شنابر دراري، تاع بنات. شوفوا ميم لي زاكسيسوار هكذا، ها تاع لي بانو تاع الكاشيدو هذو لي يركبو يتفيكسيو في الحيط، راه متوفرين ها في البرونز، في الارجنتي، في الدوري. كاين فيهم بزاف لي موتيف، شوفوا واش باين. اكسسوارات ثاني تاع لي بانو تاع الكاشريدو تاع الفتول هذو راه متوفرين كامل هكذا. تبيع بالمتر عادي، سما ماشي شرط تخدم عندك، سما تقدروا تشريو عادي. سما المحل هذا ويبيع ويطلع، ماشي غير يعني مجبر انك تطلعي عنده، تشري ولا تطلعي كيما تحبي. وقبل ما يكمل لا فيديو حاولت نجيب لكم بعض الصور من خدمته، يعني اللي ركبها في الديار ولا في اوتيليت ولا المهم سما الخدمه تاعو. اكيد المحل مانيش راح نلقاو كلش متوفر، هذو لي صالون اللي متوفرين عنده. كي تروحوا المحل راح نعطي لكم كل الصور وكلش كلش كلش. بالنسبه للتوصيل داخل العلمه، اكيد كي تكوموندي كاشريدو ولا خارجه وهو اللي يجي ويركب كاشريدو حتى نلقاهم فيني وخلاص. سما التوصيل داخل العلمه كاين. بالنسبه للكتان كي تعود كميه كبيره ايضا التوصيل كاين. بالنسبه للولايات الخرجه ولا كاشريد ولا اي حاجه حابين تطلعوها عنده، تبعثوا له الطول والعرض يخدم لكم عادي. يرسل اي ولايه 48 ولايه، سما فقط تسلكوا في سي سي بي ويبعث لكم الحاجه تاعكم كي توصل، ما فيها حتى احراج. وبالنسبه اللي من الولايات منو يحبوا يشريوا الكتان ايضا يرسل، لكن كي تعود كميه شوي كبيره. سما هذو الفوتيات، القعدات، صالون ماروكان كلش راه متوفرين ثاني عنده. سير كوموند تتفضلوا للمحل اللي نعطيكم كلش، خاصة العرايس اللي راهم يوجدوا ولا حابين يشريو صالون ولا ايل ولا هكذا كاش عفسه ولا كنابيات، كلش متوفر عنده. سما بيها بالفريشها بالتغليفها بكلش كلش كاين عنده. ارقام الهاتف تاع صاحب المحل راح نخليها لكم في صندوق الوصف، صفحه المحل باشا ديكو راح نخليها لكم في صندوق الوصف. نظن جاوبتكم على كلش. فقط القطيفه اللي نعطيها لكم في لا فيديو هي نفسها القطيفه اللي راهم يغلفوا بها العلب والسلال هذوك تاع الديكور اللي تجي هكذا تاع بعرضين، هي نوعيه ممتازه وما تفزتش. الملاحظه برك اللي حابين يديروا الديكور والحوايج هذو، القطيفه اللي صورتها لكم عنده هي نفسها اللي غلفوا بها السلل والعلب تاع الديكور والتزيين. شوفوا هذو لي صالون ماروكا. نتمنى لا فيديو يكون عجبكم، سامحوني الفيديو طويل بزاف، حاولت نحط لكم كلش ولكن الله غالب جا طويل بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش الاشتراك فضلا وليس امرا. سلام.